وسط الليل وانت ماشي في الطريق، ايدك بتترجف من البرد في شارع فاضي زي الصحراء، محدش ماشي خالص هناك. هتقف فجأة وكأن خيط عطري حرك جواك الكمانجا، سمعت العزف، أيوة عزف، بس المكان فاضي، أنا مش شايف أي حد بيعزف. تتلفت يمين وشمال، الصوت ده جاي منين؟ أنا سمعت الصوت ده قبل كده، فيرد عليك صوت عقلك الباطن ويقولك مش يمكن ده عبق ذكريات قلبك؟ مستمعينا أهلا وسهلا بكم، معكم دينا الغندور لايف من ساعتين لغاية الساعة 3. النهاردة الحد، معيد برنامجنا دردشة مع دينا. البرنامج بيتزع لايف على 93.3 FM، تقدروا تسمعونا لايف مباشرة داخل كولمن، هاملتون، بيرلينغتون، غولف، سان كاثرين. وكمان إذا ما لحقتش تسمع الحلقة لايف، تقدر تسمعها مسجلة من خلال الويب سايت cfmu.ca. أهلا وسهلا بكم، وحلقة جديدة هنبتديها النهاردة سوا. موضوع النهاردة عن لغة القلب، عن المشاعر الحلوة والمشاعر المرة، إزاي بتأثر علينا وبتغير سلوكنا؟ هل دايما بتأثر علينا بشكل إيجابي؟ طيب وإذا كان التأثير ده إيجابي، هل قدرت توظف كل مشاعرك في مكانها الصح، ولا مشيت وسبتها وراك؟ أحب قبل ما ابتدي حلقتنا أشكر فلورا ناصر محمد اللي عملت إعداد الحلقة دي. إيه اللي بيتحكم في بوصلة مشاعرك؟ أهلك، صحابك، شغلك، تفكيرك في المستقبل، حد عامل لك عمل، ولا الدعين وصابتك؟ كل الأسئلة دي ناتجة عن مشاعر كتير، مشاعر متضاربة، واللي غالبا ما بتحسهاش غير لما بتحط راسك على المخدة، يعني قبل ما تنام بيجيلك حالة كده بنسميها الـ overthinking. تقعد تفكر في يومك كان عامل ازاي، تقيم نفسك، تفتكر مواقف معينة عدت عليك، وممكن تحاسب نفسك وممكن لا، تعديها كده وخلص. صحيت تاني يوم الصبح ونزلت شغلك، وانت ماشي في الشارع واحد ما تعرفوش ولا يعرفك قبلك، وممكن تحصل او تكون حصلت لحد بيسمعنا النهاردة، انت ما تعرفوش ولا هو يعرفك، وتعد عليك وشتمك. حسيت ساعتها بايه؟ بتتنرفز شوية وتحس ان الدم بيجري في عروقك والنار بتطلع من ودينك، وفجأة بتكتشف انه غير متزن عقلياً. يا ترى لسه نفس الشعور ده عندك وبنفس القوة؟ كملت طريقك ووصلت شغلك وقابلت زميلك اللي أول ما شافك قالك يا صباح الورد والنور، النهاردة جايلنا بونس، ألف مبروك يا معلم، استنى بقى وعزومة بقى كبيرة علشان هتاخد بونس النهاردة. يا بختك يا عم، المدير راضي عنك وصرف لك البونس ده، مبروك يا حمادة، هتلعب معانا النهاردة. أول ما دخلت مكتبك عرفت بقى واتقابلت بالصدمة، قابلتك صدمة، عرفت إن واحدة زميلتك مدام لبنى مثلا أخدت المكافأة أكتر شوية من مكافأتك، وابتدت تتكلم معاك وتقولك أنا ناوي أشتري كذا وكذا وكذا بالمكافأة دي. يا ترى شعور الفرحة لسه عندك وبنفس القوة؟ أنت مين؟ انت الانسان المتلخبط المتوتر المشغول دايما بتقييم الناس وعايز تملى نص الكوبايه الفاضي، ولا انت الانسان الصبور المطمن اللي راضي دايما بالنص المليان؟ يحضرني مقوله خطره كتبها عمنا صلاح جاهين لما قال يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياه راح تمر، انا دقت من داودة لقيت الصبر مر وبرضو اليأس مر وعجبي. صلاح جاهين من أكبر الكتاب اللي أنا شخصيا بحب أسمعهم، أسمع خواطرهم اللي قالها كتير ناس أدوها بصوتهم بتعليق صوتي، وأرى كتير من الخواطر. يمكن هو أكتر حد اتكلم وكلامه لغاية النهاردة عايش جوانا، بيلمس مشاعرنا، بيعبر عن أحاسيسنا، سواء كانت أحاسيسنا دي أحساس مليح حب،
تفاؤل، أمل، إحساس إيجابي أو حتى إحساس سلبي بيعبر عن حزن، اكتئاب، حاجات كتيرة قوي قدر صلاح جاهين يعبر عنها في خواطره. يمكن هو ده السبب اللي خليني أو اللي هيشجعني أني أخليكم تسمعوا النهاردة أغنية لسه نازلة لمحمد حماقي، هتعجبكم جدا لأن فيها كتير من الخواطر لعمنا صلاح جاهين. خلينا نسمع الأغنية ونرجع نكمل حلقتنا. إنك تكون قادر تحس سواء إحساس سلبي أو إيجابي، صبر أو يأس، هو جزء من كونك كإنسان. بس يا ترى مين اللي بيحرك ده؟ مين المحرك؟ إيه المسؤول عن تقلب مشاعرك ما بين الحزن والفرح؟ عقلك هو عبارة عن نصين. أيوة، هو نصين. نص اسمه عقلك الواعي، وده اللي هو في قلبك. هتقولي ياه لخبطتيني، عقلي ولا قلبي؟ رسيني على بر. هقولك قلبك اللي في صدرك هو عقلك الواعي المسؤول عن جميع قراراتك. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أفلا يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، صدق الله العظيم. فما فيش حاجة اسمها فلان بيفكر بقلبه وفلان تاني بيفكر بعقله. عقلك اللاواعي ما يقدرش يتحرك خطوة بدون إذن قلبك، وقلبك بدوره هو المسؤول عن التمييز، التمييز بين الخير والشر، الصح والغلط. التمييز ده ناتج عن حاجات اتعلمتها في طفولتك. فاكرين لما كنا صغيرين أهلينا دايما كانوا بيدونا تعليمات عشان يزرعوا فينا كل الحاجات الحلوة، عايزين دايما يخلونا أحسن منهم، بيعلمونا الصح من الغلط، بيعلمونا الحلال من الحرام، بيعلمونا الخير من الشر، إزاي نقدر نفرق بين كل حاجة والتانية علشان يدونا الطريق الصح. كان كل حد بنقابله وإحنا صغيرين كان بيضيف لينا حاجة، والحاجات زي كانت بتعلمنا لمستقبلنا وبتبني كمان في شخصيتنا. كنا عاملين زي السفنجة، السبونج، بنشرب مية زي السفنجة كده، بناخد من كل اللي حوالينا حاجات كتير، بتعمل زي الكمبيوتر اللي لسه بتعمل له سيت اب. فبالتالي انت كنت بتاخد كل حاجة من وانت صغير وتبني بناء على كده شخصيتك. عقلك اللاواعي اللي هو موجود جوه راسك ده هو المسؤول عن الخيال والمنطق والذاكرة. بعد ما بيستقبل إشارة من العالم الخارجي بيوصلها للبيج باص بتاعنا اللي هو القلب، وبياخد قلبك قراره. إما إنه يقول العقل هايل يا فنان إيه الحلاوة دي، أو يقول له مخصوم منك 3 أيام. عشان كده أنت خلاصة ما اكتسبه قلبك. هنلاحظ في يومنا إن أي حد أو أي شخص بيعبر أو بيعبر بموقف معين بتبتدي الموقف ده يعبر عن حالة معينة في يومه. وارد جدا بنسبة كبيرة بتلاقي حد تعرض لموقف مثلا حزين أو مؤلم يقولك أنا قلبي كسر، قلبي تغير، قلبي بقى قاسي، الموقف ده أثر في قلبي، يا فرحة قلبي. دايما بتربط أي موقف بيحصل بالقلب. لذلك أنت لو قابلت حد مختلف عنك من بلد تانية بيتكلم لغة تانية غير لغتك وحاولت تتواصل معاه وتعبر له علشان يفهمك، فطريقة التعبير دي إذا كانت هتلمس المشاعر فهتوصل بسرعة. لو كانت وسيلة التعبير هي عن طريق المشاعر هتوصل بسرعة القلب، حتى لو هو مش فاهم انت بتقول ايه، هتوصل من لغة قلبك على طول لقلبه. حاجات زي كده بتلمس مشاعرنا، وحاجات زي كده بتخلي الإنسان يصبر ويزيد لما بيبقى مرتبط بالأكشن نفسه أو لغة الحوار، حتى لو ما كانتش مفهومة، ابتسامة بسيطة، صبر قليل، حاجات زي كده كتيرة بتخلي الواحد ممكن إن هو يصبر علشان يقدر يفهم اللي قدامه. النهاردة هنتكلم عن المشاعر دي. كل حد فينا جوا مشاعر، والمشاعر دي أحيانا إحنا بننساها عشان زحمة الوقت.
زحمة الوقت اللي بتخلينا حتى ننسى نفسنا، ننسى احنا مين، وبنقف قدام المراية كده ونبص لنفسنا ونسأل يا ترى احنا مين. في منا اللي بيلاقي نفسه، وفي منا اللي بيدور على نفسه كتير وممكن ما يلاقيهاش. المشاعر او الايموشنز هي كلمة مشتقة من مصطلح لاتيني اسمه ايموفري، معناه التجاوز، والمصطلح ده بيمزج في تعريفه الطاقة مع الحركة. المشاعر دي حاجة بنحس بيها دايما نتيجة استجابتنا لمواقف بتقابلنا في حياتنا. ساعات ما بنقدرش نحدد مشاعرنا أو حتى نتفاعل معاها بطريقة صح، وده اللي بيدخلنا في مود الاكتئاب. الحقيقة إن الناس كتيرة فاكرة إن الاكتئاب هو مشاعر حزن، بس الحقيقة إنه نتاج لمشاعر كتيرة متلخبطة عجز الإنسان عن التفاعل معاها فدخل في مرحلة الاكتئاب. طب هل في فرق بين المشاعر والعواطف؟ أكيد في فرق. في مفهوم خاطئ كده إن الكلمتين دول ليهم نفس المعنى، وده على فكرة مش صح. المشاعر دي عبارة عن تجارب واعية، والشعور هو التجربة العملية زي مثلا الإيمان والشهادة وغيرهم. أما بالنسبة للعواطف فدي بتكون في عقلنا الباطن، مش شرط أبدا أننا نعبر عنها بمشاعر أو شعور. مشاعر الإنسان بتتقسم أو بتنقسم لحاجتين، مشاعر أولية ومشاعر كمان ثانوية. لو تخيلت أنك واجهت حدث موقف ونتيجة للموقف ده حسيت بإحساس، إحساس قوي، إحساس بيعبر عن ردة فعلك الأولى على الموقف ده أو بداية تعرضك للصدمة، دي كده بنسميها المشاعر الأولية اللي بتكون قوية جدا، زي رد فعل حد لسه مستقبل خبر وفاة حد عزيز عنده. أنا متذكرة، فأنا واحدة من الناس قابلت الموقف ده مع والدي الله يرحمه، وقد إيه لما عرفت أن أبوي الله يرحمه توفى كان عندي رد فعل هستيرية، وقعدت فترة بتخيل ان هو لسه موجود بشوفه قدامي. او زغروطة ام استقبلت حالا خبر نجاح ابنها. اكيد انت كده، انت استنتجت خواص المشاعر الاولية دي. المشاعر الاولية بتتميز دايما ان هي قوية بس بتكون مؤقتة عابرة، من رحمة ربنا بينا اننا بنقدر نتخطاها في وقت قصير، وكمان سهلة الفهم لأنها مرتبطة بوقوع الحدث مباشرة. أما المشاعر الثانوية دي بقى نقدر نقول إنها معقدة شوية، غالبا بتكون تابعة للمشاعر الأولية، زي لما تحس مثلا لما تتقبل في الشغل فتحس وقتها فرحة كبيرة جدا، وطبعا دي مشاعرك الأولية واللي مع الوقت هتبتدي تتلاشى. بيليها شعور الراحة والطمأنينة، أن الحمد لله أنا توفقت في شغل، الحمد لله بقى لي مصدر للدخل، الحمد لله هيكون في next step في الكارير بتاعي أقدر أن أنا أترقى فيه. وهتفضل المشاعر الثانوية زي معاك مكملة لفترة طويلة جدا، لأنها هتكون مرتبطة بأمالك وطموحك وقدرتك على الاستمرارية في أن أنت تكمل الكارير بتاعك وتحسنه. طيب سؤال بيجي في بال ناس كتير، هل التعبير عن المشاعر زمان اختلف عن التعبير عنها دلوقتي؟ وهل المشاعر زمان لو جينا قارناها بمشاعر دلوقتي ليها نفس الطعم والتون، ولا الأحاسيس اختلفت؟ المشاعر بشكل عام هي شيء عالمي، رغم اختلافها من مكان لمكان، رغم اختلاف اللغة، رغم اختلاف الأصل، رغم اختلاف الحضارة، رغم اختلاف النوع من ست الراجل، العمر من طفل لشيخ كبير، المشاعر مختلفة. بس علشان نجاوب السؤال ده هنطلع فاصل نسمع الأغنية دي ونرجع نجاوب على السؤال ده. ويهمني جدا ان انتوا تسألوا نفسكم السؤال ده، يا ترى المشاعر زمان اختلفت عن المشاعر دلوقتي في عصر التكنولوجيا، عصر السوشيال ميديا، عصر اتنفت وتلغت فيه الجوابات
وبقت مكانها الاس ام اس. بعض المقالات من مركز تاريخ المشاعر اكدت انه حصل تحول في المشاعر عبر الاجيال، مشاعر جديدة ما كانتش موجودة ابتدت تظهر، ومشاعر تانية كانت موجودة فعليا ابتدت تختفي. زي لو جينا اتكلمنا على بعض المشاعر كده وناقشناها في حلقتنا النهاردة، موضوع الفتور الروحي. كان الناس مثلا زمان اما تحس باحساس الفتور الروحي كان ينعزل عن العالم. ممكن مثلا خلينا نقول لو هو مثلا حب انه يبعد عن الناس كان يقول لك انا محتاج اكون لوحدي شويه، محتاج اقعد مع نفسي شويه. الموضوع ده اتطور في عصرنا النهارده وبقينا بنسميه او بنسمي الفتور الروحي ده بالاكتئاب مثلا، ده على سبيل المثال. الشعور التاني هو الانفعال، انه حد مثلا اتعرض لموقف ما ونتيجه لان هو الموقف ده كان خلاه او خلى الغضب جواه يزيد عن حده، فهو محتاج ينفس عن هذا الغضب، فابتدى مثلا يمسك حاجة يكسرها، ممكن لو قدامه حد انفعل عليه ممكن يتعدى عليه، علشان هي دي الطريقة اللي يقدر يطلع بيها هذا الإحساس أو الغضب ده منه. وفي مشاعر كمان اسمها المشاعر السوداوية، إن في بعض الناس بتبقى شايفة الدنيا كلها بمنطق السواد، أنا كل حاجة سودة في حياتي، أنا لو ذكرت مش هنجح، لو اشتغلت هيطردوني كمان شوية ويمشوني مثلا كمان أسبوع من الشغل، كل حاجة أنا شايف الصورة السلبية بتاعتها، شايف الدنيا سودة. وكان دايما يقولك أنه زمان يعني كان مرتبط أن الإحساس ده لما الناس تحس بالموضوع ده كان يقولوا لهم إيه، طب زود السوائل شوية، اشرب شوية سوائل علشان حالك أو مزاجك أو مودك يتعدل. في كمان نوع اسمه النوستالجيا أو الحنين للماضي. المعنى الحديث ليه هو الحنين للماضي، وكان زمان مرتبط لما حد مثلا يقول أنا نفسي كنت عايشة أو عايش دايما في ذكريات لزمن فات، أو حابب أن أنا أتفرج مثلا على أفلام قديمة بترجع لي ذكريات مثلا حلوة. كان يعني أصل الإحساس ده كان مرتبط بالبحارة اللي كانوا بيطلعوا مثلا مسافات طويلة أو بيعملوا تريبس كتيرة، وكانوا بيبقوا بعيد عن بيوتهم لفترات طويلة، وكان دايما يقول لك ده مرض بيصيب هؤلاء البحارة. يعني في اضطراب ما بعد الصدمة اللي كان مرتبط بالجنود في الحرب العالمية الأولى والتانية، وكان شعور سائد زمان نتيجة الحروب. الفرق بين الماضي والحاضر اتغير كتير، بس الحاضر برضو في صور تانية من المشاعر، صور مختلفة. زي الحب، الحب هو سيد المشاعر أو شعور عاطفي ورومانسي من شخص تجاه شخص تاني، سواء كان شريك حياته، فرد من أفراد أسرته، أو صديق عزيز. أهم بنود الحب هو التضحية بالوقت والجهد، وكلمة مهمة أوي اسمها الإيثار. الإيثار من أجل الحبيب من غير انتظار لرد أو مقابل، هو إنك تتمنى للي بتحبه الخير، عايزه دايما يكون أحسن، عايزه يكون أفضل. زي مثلا الأم والأب وحبهم لأولادهم، عايزينهم دايما أحسن منهم، بيبصلهم دايما على إن هم الامتداد، زي يقولك إيه الامتداد الطبيعي ليهم. الحب درجات كتيرة، واللي من ضمنها الشغف والعشق التتيم، أو إن حد يكون متيم بحد. الإنسان لما بيحب حد بيبقى بيفكر فيه كتير، بيفضله على نفسه، بيبقى عايزه دايما أحسن منه، بيبقى عايز يحط التاتش بتاعه كده، إن هو يزقه لقدام يخليه أحسن. ده الحب الإيجابي، الحب اللي بيمدنا إن إحنا نطلع خطوة لقدام. الفرح
نوع تاني من المشاعر. الإنسان بيدور على الفرح في الزمن اللي احنا فيه، بيدور على حاجة تسعده. دايما الفرح بيكون مربوط بالرضا والسلام الداخلي، سلام مع النفس. شعور بالفرح بيترتب عليه كتير من المشاعر السنوية اللي لما بنكون فرحانين أغلبنا بيحسها، زي البهجة والحماس والتفاؤل والراحة. كمان بيسيطر علينا إحساس بالهدوء والصفاء، مرتبط تماما بالفرح. أما شعور الدهشة بقى، ده شعور مختلف. لما حد يجي مثلا يعمل لك مفاجأة، بيكون رد فعلك إنك بتندهش، وغالبا شعور الاندهاش ده بيكون مرتبط ب يعني زي ما بيقولوا لغة الجسد، يعني البادي لانجويج بتاعتك ساعتها ممكن يكون انك تبرق مثلا او تفتح بقك، حاجة زي كده انك مندهش. ده تعبيرك عن المفاجأة لما بتشوف مفاجأة او بيحصل لك مفاجأة، ده التعبير اللي بيكون مرتبط بالاندهاش. اما بالنسبة للخوف، فالخوف ده بتحس بيه لما بيبقى فيه خطر او شيء سلبي. تحس كده ان مثلا شفت حاجة خوفتك، فيلم مثلا مرعب مثلا، او في ناس مثلا بتخاف من كلاب، في ناس بتخاف من الحشرات، تلاقي وشه صفر كده وبيوصل لأعلى مرحلة من مراحل الخوف، وممكن يتحول لموضوع هستيريا، انا خايف انا ابدي يعني، فاهم؟ وممكن الهستيريا دي تعرضه كمان لصدمة عصبية. الحزن يجي بقى لما بتتعرض للخسارة، وبتشوف دايما ان الحزن بيبقى هو بداية لمرحلة تانية، مرحلة ان الواحد بيبتدي ياخد، بينعزل عن الناس، بيبتدي يحتاج انه يكون لوحده. يا اما بيقدر يخط الحزن ده، يا اما بيخش في مرحلة اكتئاب. الشخص ده غالبا بيكون عنده شعور بالندم وحب للصمت والانعزال. أما شعور الغضب، فده بيكون نتيجة لتعرض الإنسان لظلم أو خيانة، يعني بيكون رد فعل هجومي. أنا تعرضت الموقف أو كنت مثلا متحامل على نفسي وصابر لفترة طويلة، تعرضت فيها المواقف كثيرة، وجيت انفجرت لحاجة بسيطة جدا، القشة التي قسمت ظهر البعير. وممكن احساسي ب او موقفي بمعنى اصح لما اجي اعبر عن الغضب ده او ان الغضب ده يطلع مني، يكون في اذيه، سواء كانت اذيه معنويه او جسديه لحد حواليا. وغالبا هو بيكون مرتبط بالاذيه المعنويه، يعني ممكن حد ينفعل فيقول كلام جارح للي قدامه اللي انفعل عليه. كتير من صور المشاعر اللي بنتعرض لها، واللي يمكن بنتعرض لها بشكل يومي، بس بيختلف كل حد فينا بطريقة تعبيره عن المشاعر دي وإحساسه بيها، كمان إحساسه بيها وقدرته وقوته على التعبير عنها. فاكرين زمان لما كان حد، خلينا نتكلم على الأفلام الأبيض والسود. فاكرين زمان لما كنا بنتفرج على الأفلام الأبيض والسود، كان مثلا لما يبقى في قصة حب مثلا، كان وسيلة التواصل بين الاثنين اللي بيحبوا بعض كانت الجوابات. أكتب جواب مثلا وابعته لها، والجوابات كانت هي الطريقة أو الأسلوب اللي بيعبروا فيه لبعضهم على الحب. ويمكن ده كان من أصدق الطرق وأكثرها دفئا للتعبير عن مشاعر الحب. بس الدنيا تغيرت النهاردة، وما بقاش في حد قادر يكتب جواب، يمكن عشان ما بقاش عنده وقت، ويمكن علشان الدنيا والتكنولوجيا اللي حوالينا تغيرت، محت حاجات كتيرة ووجدت حاجات أكتر. بس يا ترى الحاجات القديمة اللي كان الناس بتعملها زمان كان ليها معنى أقوى من الحاجات اللي احنا النهاردة بنقابلها؟ زي الجواب، حاجة بسيطة خالص، الجواب اتغير النهاردة بقى تكست، مسج بتبعتها لحد. يا ترى بتوفي نفس الإحساس؟
لما حد بيحط بوست مثلا على الفيسبوك ونعمل له قلب، الإيموجي ده القلب، تختار قلب كده يعني أنا بحبك يعني، أو بحابب البوست ده، أو وش حد مثلا بيعيط، أو عارفين الايكونز دي اللي بنختارها لما حد بيحط بوست عشان نعلق عليها. لما حد بيحط بوست إن فلان الفلاني مثلا اتوفى، وإحنا بيكون ردينا عليه هو البقاء لله، كومنت فرح حد، ألف مبروك في كومنت. أصبحت المشاعر النهاردة فين؟ فاكرين الهدايا زمان ولغاية دلوقتي؟ يمكن هي ده الحاجة الوحيدة اللي لسه موجودة، وإن كانت قلت كثافتها شوية، لكن يمكن هي وسيلة من الوسائل العفوية الجميلة للتعبير عن الحب، ومش شرط تكون هدية غالية عشان يبقى ليها قيمة. ممكن تكون الهدية حاجة بسيطة زي وردة مثلا، زي كارت نكتب فيه كلام بيعبر عن مشاعرنا ونبعته للحد اللي احنا مهتمين بيه. التواصل البصري والحسي والمصارحة بالحب، انك تدي للحد اللي انت بتحبه وقته علشان يتكلم فيه، زي الاصدقاء. النهاردة يمكن الصحابة موجودين بكثرة كتيرة حوالينا، بس بتيجي بعض المواقف اللي نقدر نحدد فيهم الصديق الحقيقي والصديق لأي كلام، الصديق اللي يكون جنبنا وقت ما نكون محتاجين وفي شدتنا، اللي يكون في حزننا جنبنا قبل فرحنا. مش بس أصدقاء على الفيسبوك وعلى الإنستجرام وخلاص، حد يهتم بيك، يقدم لك الدعم والمساندة والمساعدة، وتقدر تحل معاه مشاكلك، يحترمك ويقدرك ويكون قريب منك، تلاقيه وقت ما تحتاجه. في حاجات ممكن نعملها تفسد صحة تعبيرنا عن الحب، زي مثلا ان احنا ما نكونش مسيطرين كويس على مشاعرنا، مش مختارين الوقت المناسب للتعبير، او ما تكونش مآمن ان وارد جدا ان اللي بتحبه مش بيبادلك نفس الشعور، فما تكونش مستعد نفسيا للرفض. واهم شيء اني اخلي بالي دايما من شبح الخوف والقلق، وما اسمح لهمش يضيعوا مني لحظات ممكن تكون محور لحياتي بعد كده. حاجات كتيرة بنقابلها وبتدينا امل، وحاجات اكتر بنقابلها بتاخد مننا الامل، بس يا ترى الأمل هو اللي بيدينا القوة علشان نكمل بيها بكرة، ولا إحنا اللي بنحاول نزرع الأمل ده علشان إحنا نفسنا ما ننساش بكرة؟ لازم يكون عندك أمل، لازم تكون دايما رغم الظلام مؤمن بمقولة سيولد الفجر من رحم الظلام، وأكيد أكيد هيكون في آخر النفق نور. الأمل هو اللي بيخلي الحياة الإنسان معنى، هو اللي بيحفزه على التغيير وبيعمل المعجزات، بيولد السعيدة، بيصنع السعيدة. الأمل موجود في حياة كل شخص، لما بيرتبط جديد، لما بيتجوز، لما بيشيل حتى أول طفل ليه، لما طفله ده بيبتدي يمشي يحبي، أول يوم في المدرسة، أول يوم في الجامعة، اتخرج النهاردة، اشتغل. الأمل في حياتنا زي الوردة، لو اتسقى حب واهتمام هتعيش وتتجدد، ولو أهملناه هيدبل ويموت. السلبية بتقتل الأمل، والقلق المستمر كمان بيقتل الأمل. حالات الطلاق والإصابة بالأمراض الخطيرة أحيانا كمان سببها فقدان الأمل. والإيجابية بتحييه، والثقة في الله بترويه، والامتنان بالنعم والتواصل مع اللي بنحبهم، والإيمان إن كل حاجة هتمر وعجلة الحياة هتمشي مهما كان. كل دي أفكار بتحيي الأمل جوانا، ولما بيحيى الأمل بيحيى الإنسان كمان معاه. بيقولوا إن الأمل هو علاج بديل لأدوية الاكتئاب. الميزة إنه يمكن العلاج الوحيد اللي ملوش أي أعراض أو آثار جانبية. ويا سلام بقى لو أدمنت،
علقة لتشتت، لا للكسل، لا للتخاذل. خد قطر رحلة الأمل وغوص في أعماق نفسك واكتشف مهاراتك وحدد كمان أهدافك. حتى لو تعرضت لخسارة هتقدر ساعتها تفتخر إن بقى عندك خبرة وتعلمت منها عشان حياتك تستمر. قدرت تحول الإحباط لدرس إيجابي. خليني أحكي لكم حكاية. حكاية زي بتقول إن كان في جزيرة في وسط بحر بعيد عايش عليها كل من المشاعر، السعادة والحزن والحكمة وحتى الحب. وفي يوم من الأيام اكتشفوا إن الجزيرة بتغرق. حاولوا يهربوا بس الحب ما كانش عنده حاجة يهرب بيها. الحب لقى الثراء بيهرب في مركب فخم جدا، فقال الحب لثراء: ممكن أركب معك؟ رد عليه الثراء وقال له: طبعا لا، مركبي كلها فضة وألماز وذهب، هحط فين؟ ما عنديش مكان. وبعد شوية عدى الغرور فالحب سأله: تقدر تاخدني معاك؟ رد الغرور بغرور وقال: طبعا لا، انت هدومك كلها مبلولة وانا مركبي نظيف، لو ركبت هتبهدلها لي. ومشي الغرور وساب الحب. فات عليه الحزن وسأله الحب: ممكن تاخدني معاك؟ رد عليه الحزن وقال: آسف، عايز أكون لوحدي. وفجأة ظهر راجل عجوز نادى على الحب وركبوا معاه. حس الحب ساعتها بالأمان، ولما وصل للبر شكر العجوز ومشي. وبعدين افتكر انه ناسي يسأله حتى عن اسمه. لمح الحب الحكمة قاعدة من بعيد تحت شجرة، فسألها عن العجوز: تعرفي يا حكمة، انا نسيت أسأله عن اسمه. ردت الحكمة وقالت: ده الزمن. استغرب الحب وسألها: اشمعنى الزمن هو اللي انقذ حياتي؟ ممكن تفهميني؟ ردت الحكمة وقالت: لأن الزمن بس هو اللي عارف أهمية الحب. عشان كده يا حب لازم تبعد خالص عن الحزن والثراء والغرور، وتقرب من السعادة وتقدر الزمن، لأنه الوحيد اللي هيحدد الحب في حياتك ويعرف قيمتك. أيها المستمع المحبوب، خليك دايما متفائل إن بكرة يوم جديد، بكرة كله تفاؤل، بكرة جميل بقدرتك على إنك تندمج فيه، بكرة أحلى بعنينا. فخلي دايما عينينا تشوف كل حاجة حلوة، تبص دايما على نص الكوباية المليان، وما تبصش أبدا لنص الكوباية الفاضي، لأن أجمل حاجة في الدنيا هو التفاؤل. فتفاؤل بما تهوى تكن، ففي التفاؤل حياة. مستمعينا بشكركم جدا لمتابعة الحلقة النهاردة، كنت معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 3، دلوقتي الساعة 3. حب أشكركم على متابعة حلقة النهاردة، إن شاء الله يوم الحد الجاي هيكون معنا حلقة جديدة الساعة 2 العصر بإذن الله على 93.3 FM. تقدروا تسمعونا لايف داخل كل من هاملتون، برلينغتون، غولف، سان كاثرين وكمان أوكفيل. واللي ما يقدرش أو ملحش يسمع الحلقة لايف يقدر يسمعها مسجلة من خلال موقع الإذاعة نفسه على الإنترنت cfmu.ca. أشكركم جدا، ويوم الأحد الجاي هيكون معنا لقاء جديد الساعة 2 العصر مع دردشة